اهلا بكم مشاهدينا الاعزاء في الجزء الثاني من برنامجكم اليومي الملعب. ضيوفي لهذا المساء الكابتن محمد السويلم والكابتن حمزه ادريس. اليوم اختتمت الجوله 19 مشاهدينا الاعزاء من مسابقه دوري الزين السعودي للمحترفين بلقاءين. اللقاء الاول جمع في هناك في مكه المكرمه في ملعب الشرائع بالتحديد الاهلي بالاتحاد في ديربي الغربيه في الديربي المنتظر والمرتقب من جميع الجماهير وجميع العشاق. انتهى هذا اللقاء بالتعادل الايجابي هدف لمثل، سجل الاتحاد اولا وعادل فيكتور الهداف الاهلاوي للفريق الراقي في الشوط الثاني. دعونا الان نتابع تقرير هذه المباراه مع زميلنا معاذ الحميدي. عندما ترى ملعبا يضم الأهلي والاتحاد تكون على يقين بأنه مسرحا للإثارة. هذا هو حال ملعب مدينة الملك عبد العزيز بالشرائع الذي اكتظت جنباته بجماهير الفريقين. حكم المباراة من العواجي يطلق صافرة بداية القمة. الاتحاد يمتلك وسط الميدان في لحظات اللقاء الأولى ولكن دون تأثير على مرمى المسيليم، بينما الأهلاويين يصلون لمنطقة جزاء الاتحاد بسهولة، لكن تسديدات فيكتور تخطئ مرمى فواز الخيبري. بينما تبدو قدم برونو سيزار أكثر دقة، لكن العارضة الاتحادية تقف ندا لها. فيكتور سيموس مرة أخرى يواجه مرمى الاتحاد، لكنه ما زال غير جاهز للتسجيل. الرد جاء سريعا على كرة سيموس. المنتشري حمد يرسل عرضية ورأسية المجري جورجي ساندور تضعها في شباك المسيليم، هدفا اتحاديا اولا. حاول بعدها الاهلي صنع شيء، ولكن دقائق الشوط الاول تنتهي دون تغيير بالنتيجة. في الشوط الثاني ياروليم يقتل وحدة فيكتور في الهجوم ويشرك بجانبه رفيقه عماد الحوسني. بعدها بدأ فيكتور أكثر تحررا في اللعب ليجهز له السوادي كرة يرسلها قذيفة تستقر في شباك الاتحاد يعادل بها الكفة. بعد الهدف الأهلاوي استشعر كانيدا احتياج خط وسط فريقه للتنشيط ليشرك الفريدي في أول ظهور له مع العميد، لكن برونو سيزر لم يتوقف عن إرسال قذائفه تجاه مرمى الاتحاد والعارضة تتكفل بإحداها. استمر اللعب بعدها سجال بين الفريقين لتظل النتيجة على حالها حتى أعلن العواجي صافرة النهاية ليتقاسم الفريقين النقاط، ويظل الأهلي خامسا ب 33 نقطة والاتحاد سابعا ب 27 نقطة. كابتن حمزة ادريس، هل اللقاء كان ممتع لك انت كمتابع من خلال الشاشه؟ لا حقيقه بالنسبه للمستوى الفني اليوم حقيقه اتوقع المباراه كانت يعني دون المتوسط او متوسطه في المستوى، يعني الفريقين كانوا اهم حاجه عندهم عدم الخساره. كان في اللعب داخل في وسط الملعب اكثر من ما كان اللعب مفتوح او في متعه هجوميه. يمكن الضغط الاعلامي اللي كان موجود على المدربين خاصه مدرب الاتحاد كان بيفكر انه ما يخسر المباراه اكثر ما بيفكر انه يكسب المباراه.
طيب كابتن حمزة، يعني نقدر نقول أن سيد كنيدة يعني لم يقرأ المباراة بشكل جيد، بمعنى مثلا حمد المنتشري نشاهده في الظهير الأيسر، نشاهد أيضا محمد نور في دكة البدلاء، نشاهد نايف هزازي الذي يعيش الآن ممكن هي المرحلة بالنسبة له تعتبر الأفضل من خلال هذا الموسم بعد مشاركته مع المنتخب السعودي، نشاهد أيضا في دكة البدلاء. هل نقدر نقول أخطأ في قراءة المباراة؟ لا، هو بدأ المباراة بشكل جيد، يعني بشكل مقبول، لكن تدخلاته في خلال المباراة ما كانت على مستوى عالي. أول شيء هو ما استفاد من فرص التبديلات الموجودة عنده المتاحة لي، استفاد من ورقتين فقط، تأخر كثير في تغيير نايف هزازي. لاعب زي عبد الفتاح عسيري كان بيقدم في الفترة الأخيرة مستويات مميزة، ما شفناه اليوم على دكة البدلاء، ما استفاد من ورقة محمد نور. هذه الأوراق كانت كتدخلات كانت ممكن تفرق مع الاتحاد بشكل قوي، لأنه اليوم كان الفارق مع الاتحاد أنه دكة البدلاء عنده كانت قوية ومميزة بشكل كبير، لكن تدخلات المدرب ما كانت بشكل عالي، لأنه قلت لك تفكيره العام كان هو يفكر في عدم الخسارة. كان يده يعرف يلعب بالشكل الدفاعي، لكن مشكلته في النواحي الهجومية قراءته ما بتكون سليمة بشكل قوي.